المسافة ساعة واحدة لكن الخط ضيق. دخلنا أحد الأماكن التاريخية هنا قريب من كوتشي تقريبا 5 كيلو وهو مجمع قصور. يجون الطلاب المدارس هو مجمع قصور وفيه متحف من هالأمور. دخوله ب35 روبية للشخص سواء هندي أو غير، تقريبا بريالين لحاجة بسيطة، والموقف 30 أيضا ريال ونص، وإذا تبغى تصور تدفع 20 ريال، يعني كل شيء ماخذ، يعني دفعنا أنا السواق تقريبا 5 ريال 6 ريال 7 ريال تقريبا 7 ريال 8 ريال دفعنا. بندخل وصور لكم إياه. اسمه حايل بالاس، HILL بالاس. الآن في بداية حديقة وبعدين تطلع فوق هناك القصر. هذا المكان حكموا فيه أغلب حكام كوتشي، طبعا في ملابسهم ويعني بعض المقتنيات اللي اقتنوها في هذاك العصر. يعني فيه درج مرتفع فوق، يحتاجوا لياقة. درجة الحرارة والله مرتفعة، في رطوبة، يعني تقريبا درجة الحرارة أعطيها في 30، يعني ممكن ما هو مناسب للبعض. طبعا يحيط بالمبنى أو في مقدمة القصر حديقة كبيرة على شكل مدرجات وطرق، يعني السيارة تصل إلى فوق. طبعا احنا وقفنا تحت لكن السيارة تأخذ داير مدار حول الحديقة لين تصل فوق إلى باب القصر. هذا بداية دخول القصر. أتوقع فيه تصميم عمراني أوروبي، توقع هولندي، توقع والعلم عند الله. المعلومية درجة الحرارة تقريبا فوق 30، حرارة صدق حرارة، ولا فنين علاقي وفوطة. تفسخ حذياتك في هذا المكان، يعني طبعا نحترم عاداتهم ودياناتهم، وعلى قولتهم يا غريب خلك أديب. هذا الدور الثاني يطل على الحديقة بالكامل. طبعا الجوال دفعنا 20 بس يقولون لا تصور فيديو فقط صور، فنحاول ناخذ لقطات باللي نقدر عليه. يعني مكان الحاكم والكراسي تقريبا واضح انها قديمة، يعني عليه صقرين واسد، رجول أسد، يعني تفاصيل هناك فيل شغل. ترى التصاميم الهندية روعة روعة، وشفتها في أكاد دولة في العالم، يعني مبدعين بما تعني الكلمة. رب حر حر حر، شوفوا العرق كيف. طبعا قالوا ممنوع التصوير بس صور، واحنا دفعنا لهم ريال المفروض نصور فيديو، ما يبغون فيديوهات تنتشر او ما ادري ايش طريقتهم. قلت لهم طيب طيب وبصورهم علي. من جاني قال لي مع السلامة مع السلامة، دفعنا ريال واحد. فغريبين بعض الأماكن السياحية غريبة صراحة، ليش تدخل الناس وتمنع من التصوير؟ يعني أبغى إيش؟ أستمتع بنظري، أنا أبغى أنقل تجربتي لهذا المكان للناس عشان يستفيدوا. طبعاً القصر يتكون من 49 مبنى، هذه المعلومات اللي أخذتها من هنا. عطين فيه الكبير هنا، هذه معلومات شكلها عن زوجات الحكام. كله شبابيك يا ولد، شبابيك بنورامية على الحديقة كلها. هذه سلسلة الحكام وعائلتهم كبيرة جداً، أنا عارف ما راح يتم لكن الحكام اللي هنا وهذا التاج اللي فوق أعطوه البريطانيين أيام الاستعمار. الحاكم الآخر أيضا البريطانيين أعطوه هذا السلسال ذا برضو هدية. أيضا بعض الحكام وزوجاتهم. هذا أعطوه برضو هدية البريطانيين. طبعا المعلومات بالهندي وبالإنجليزي. واضح إن الصورة حقيقية، ما هي شوف كيف حلاقة كاس كابوريا. تحت الشبابيك المطل على الحديقة. احنا كنا في المبنى هذا ودخلنا المبنى هذا، كله عبر ممرات زي الأسياب في الداخل، زي كذا ممرات أسياب. المبنى الأول خلصنا، نخرج نشوف المبنى الثاني هناك. الشبابيك كبير
المعلومات ما ابغى اترجم، باخذ يبغى لي ساعتين ثلاث عشان اقرا، لكن بنوريكم الصور اللي كانوا هنا يعني. بس تفرج صور، زي يحب الصور يتفرج الصور. ابيض واسود السيوف دي الربع، كيف والله جوده، والله اللي يبيعونها لا اشتريها. فنان، ما ادري سيوف ولا عصا، لكن اتوقع انها سيوف. برضه هذه شكلها هدايا ذي. في معلومات كثيره الربع، اللي يحب التاريخ والله بيبغى له اربع خمس ساعات عشان يخلص، لكن ما ودي والله اقرا. صور بس. هذه أظن صور الحكام اللي كانوا هنا، بعضهم ما لهم صور. ترى اللي يحب التاريخ بيستمتع، اللي ما يحب التاريخ والله على طول بيقفل المقطع ده. طبعا ندخل من مبنى في مبنى، مبنى في مبنى بدون الخروج يعني، تقريبا يمكن الحين دخلنا خمس ست مباني يعني تقريبا. هذه شكلها مخطوطة قديمة. هذه عربة قديمة، ثلاث عربات. عمر السيارات هذه يقول 120 سنة. الله عمر يا الربع. طبعا الكفر ذا ما هو كفر، حديد. حديد ايش، بس حاجة قوية يعني. مقفل حركاتي زي الشباك كذا. ما راح من الجهة الثانية. فتح لنا يا الربع، شوف كيف المقاعد. والله مقاعد على كيف كيف، تقول مقاعد كادلك قديم. فنان جلد جلد. هذه الارضيه اللي حاطين تكي. بعدين نخش في العميق، شوف هذا زير كبير، وهذا كان صندوق يشيل فيه الملكه. ما احضر شنو جوه هذا، اجاسه طبعا. والله والله تعب. وايضا هذا نفس الفكره بس انه على شكل مفتوح. هذا اتوقع انه في الشتاء، هذا في الصيف. كيف يا اخي استعباد. وهذا ايضا فكره ثانيه بس جالسه وحاط رجوله. هذه كلها اندثرت يا ربي، ما هي موجوده الان. تتكلم ايام زمان كان في استعباد للناس يعني واذلال، الان اختلف الوضع يعني. بس بعدين نشوف الاشياء هذه في الافلام يعني، لكن في الواقع لا، ما عاد في شيء. الناس الان كلهم سواسيه. هذه عربه مختلفه، ثلاث عربات برضه فنانة، بس على أصغر. هذيك أكبر، هذيك تشيل أكثر أظن، وهذه أصغر، بس نفس الفكرة. هذه لازالت تحسها أجدد من اللي فوق يعني، محتفظين فيها. شوفوا فيها إنارة يعني، طبعا إنارة يعني بالنار، ما هي كهرباء ولا. هذه زي الفوانيس، هذه كانوا يصفرون فيها زي البوق. تمثال، هذه قرون فيل تقريبا، هذه رماح صغيرة طبعا، هذه يغرزوها في 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 خدودهم. هذه كلها معتقدات عندهم يعني. قال هذا اللي عليهم قضايا موت يحطونهم فيهم، طبعا يقطعونهم تقطيع معين، ويجي الغربان تجي الطيور تاكلهم لين يموتون في هذا الحديد يعني، ما يقدر يتحرك ولا يقدر يسوي شيء، حتى راسه ثابت يعني. اسال الله العافيه. هذا الميت يدفنونه فيها، يحطونه فيها بعد البودره حقته حاجه زي كذا، بعد ما يحرقونه يحطونه فيها. عجيب امرهم. هذا كرسي كامل من الفضه الخالص يعني، كاس ما ادري شو ايضا من الفضه الخالص. هذه كلها من الفضه، شوف نخله ونمر وفيل. الله، هذه يحطون فيها الرسائل، شوفها في الافلام. وهذه سفينة من الفضة يا الربع، شغل مرتب من الآخر. وهذا هو القصر. طبعا احنا وقفنا السيارة هنا ومشينا قطعنا كذا، دخلنا من هنا وندخل من هنا ونطلع من هنا ونطلع من هنا. المهم دخلنا تقريبا هذه، وباقي هنا تقريبا أكثر من مبنى ما دخلنا، وهذا الكبير ما دخلنا. هذا المبنى كامل، احنا جينا من هنا دخلنا، والله ما أدري وين دخلنا. طبعا في غرفة منعونا من التصوير، لا فيديو ولا صور. فيها مقتنيات الملك كلها ذهب 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 ذهب، رفضوا مره. وفيها بوليس، قلنا يلا حتى صور منع يعني. الحين طلعنا من المبنى ودخلنا المبنى، طبعا احنا جينا من فوق برضه، فوق في مبنى يعني، دخول وخروج دخول وخروج، كلها سلسله مرتبطه.
احتفالاتهم واعتقاداتهم برضه. ممرات شرحة الشبابيك ما شاء الله معطي إضاءة طبيعية روعة. هذا هو الخروج، هذا احنا نتكلم المربع اللي كنا فيه الأول. والله ما أدري منين دخلنا ومنين خرجنا، عز الله أنها متاهة، أتوقع جينا من هناك كذا ما أدري كيف. المهم أنها متاهة، يعني بدون المرشد اللي هنا تضيع. طبعا في كل غرفة فيها مرشد. اللي عاجبني في هذا المبنى أنه موظفين ناس ذوي إعاقة، يعني واحد قصير قزم، واحد ما يسمع، واحد ما يتكلم، حرمة كبيرة. يعني صراحة هذه لفتة يعني إنسانية بما تعني الكلمة. ما نوظفوا ناس أقوياء إلا طبعا في القسم اللي منعونا من تصويره، موظفين حرمة يعني واضح أنها يعني جيدة وجنبها بوليس، يعني لأن فيها مخزونات وأشياء ثمينة جدا. هذا شيء يشكرون عليه. دخلنا من هنا ولفينا ذا كله وطلعنا من هنا، وباقي له تكملة يا الربع كبير، يعني ما هو بصغير، بشكل مرتب، يعني ما هو بشكل عشوائي تروح من النهاية تبدأ من البداية، لا، في بداية وفي نهاية. أتوقع أن أصنام كلها شيفاء، هذا إلههم شيفاء. ندخل في مبنى ونطلع في مبنى، الحين نحن في الحديقة، أخذنا لفة كاملة، طبعا في أماكن مغلقة يعني. والله الحين مبنى ثاني بعيد. طبعا هناك في مزرعة غزلان، هذا المبنى قاعد يرممونه كذا، ما أدري إيش هو، حمامات، مسابح، غرف، ما أدري إيش. سيف، أدوات حرب تقريبا، كرسي نوم، عصيان، هذه بعض الجرات، هذا الإله حقهم اللي تعبدون عنده، أدوات يستخدمونها في الطبخ والماء والأمور هذه يعني، والحبوب إلى آخره. هذا قال لك مسلم، وهذا ما أدري إيش، هذا ما أدري إيش، ثلاث عبادات. عجبتني الفكرة، الغرفة دي موية وبركة في غرفة، يعني تهوية طبيعية جدا جدا جميلة. نكتفي بهذا القدر. هل تستحق الزيارة؟ لا، يعني ما أنصح. اللي يحب التاريخ ممكن، اللي بيقرأ بياخذ تفاصيل التفاصيل فعلا. وأنا أقول مرشد سياحي تجيبه معك يتكلم بلغتك يفيدك كثير في معلومات. اضطريت إني أخلي السائق يسأل الموظفة اللي هناك، الموظفة تجاوبه، وبعدين أرجع المترجم ويعطيني إياها، فياخذ وقت وجهد يعني، لكنها فيها معلومات كثيرة قيمة للمحبين التاريخ. اللي ما يحب التاريخ مكان ما راح يستهوي ولا راح يستمتع نهائيا، غير درجة الحرارة مرتفعة والغرف كلها بدون تكييف يعني، فحتنسلخ حتنسلخ. جيبني فكرة المسابح عندهم، طبعا ما فيها ماء، لكن تنزل هناك على دروي عشان تسبح. أنا أتكلم عن الناس يعني كبارية ملوك مدلعهم، زي الساونا، زي حاجة زي كذا. مبنى خارجي، ما هو يعني تقول في الداخل القصر، لا، في الخارج كذا. استمتع بالأجواء الطبيعية هنا، فنان فنان. عن هذا المبنى كنا داخلين أول، تدخل من فوق وتنزل من تحت وتطلع، يعني تقدر المبنى ذا تزوره كله بدون ما تخرج تحت. وهذا تحت حاطينه تهوية، وفوق تلاحظون الشبابيك تهوية في كل مكان يعني. المكان لو في أجواء ماطرة ومغيمة وباردة، أنا أشوفك تستمتع، تقدر تستمتع بالحديقة يعني، بغض النظر عن التاريخ اللي موجود في هذا القصر، لكن تستمتع بالحديقة والجمال اللي فيها، من تنظيم طرقات وأشجار منتشرة في كل مكان، وأيضا الحديقة اللي هناك اللي فيها الغزلة. لكن إذا الجو حار والله ما راح تستمتع ولا دقيقة، وفعلا حر. لكن بالنسبة لي متعود يعني، في رحلات كثيرة سافر دول كثيرة، مو حر موت يعني، ومع ذلك تستمر الرحلة عادي يعني جدا. بالخير أرجع البيت دق دش ويتنشط، تتنشط الحيوية ونرجع من جديد يعني. لكن في ناس يتضايقون من الحر، يقولون أنا طالع من ديرتي حارة وأروح ديرة حارة وتضايق منه، لا أنا بروح أنبسط، ما أبغى أضايق ولا نص ساعة. فاللي يتضايق من الحر في بعض الدول لا يزورها، يحاول يختار وقت مناسب للرحلة. اليوم جمعة، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، بنصلي في هذا المسجد إن شاء الله. يعتبر المساجد الجميلة في كوتشي هنا، اسمه مسجد الحماية. حمامات يا طلبة بدون بيبان، يلا توضوا وبعدين توضوا. اليوم غدانا في احد المطاعم الجميلة اسمه ميزبان في كوتشي. طبعا اخذنا نص، طبعا عندهم نص على الفحم ونص مندي ونص مندي فحم، هذا مندي فحم تقريبا ب 420 روبية تقريبا 19 ريال، طبعا مع الرز تجيك مع سلطات. وهذا طبعا الاكل الهندي تقريبا ب 240 تقريبا 10 ريال. طبعا تقييم المطعم انا شو اعطيه يعني 8، بس مو زي اللي قبل امس،
روعه، لكن هذا فلفل يا رجل. قلت له بدون بسباس، بدون سبايسي. رجل قطع براطمي وقطع معدتي هذا بدون، كيف لو مع الفلفل؟ موت. كوتشي زحمه وحراره وازعاج. هذا احد المولات الموجوده هنا في كوتشي، اسمه لولو مول. في كل شيء، مول كبير. طبعا المواقف هنا 150 تقريبا، 6 ريال تقريبا. وهناك وقفنا ورا بريالين تقريبا، ريالين ونص. الالعاب والارفاق، اسعار في المول ذا خرافيه يعني، مقارنه لاسعارنا واكثر يعني. جوده جوده، لكن اسعار مره خرافيه. بما اني اسافر سفر اقتصادي، وانصح الناس دائما بالاقتصاد في السفر، فانا اقول المول هذا اللي يبغى يتسوق منه شوفه غالي جدا، الا اصحاب الاموال شيء ثاني. لكن يبغى يسافر، يبغى هدايا، يبغى اشياء بسيطه، ملابس رخيصه، هذا السوق او المول غير مناسب له. نبحث الان شيء اخر. هذا مقهى او كوفي ستاربكس، ما ادري اصلي ولا تقليد، هذا الشعار حقه. هذه اسعار القهوه تقريبا، الصغير ب 11 ريال تقريبا، الكابتشينو ولا كيف، الباقي ما فهم فيها. طبعا انا ماني من هواة القهوه، لكن كنوع من الفضول يعني، واغلب الناس على سناب شات يراسلوني يقول اعطنا اسعار ستاربكس. في ناس يحبون القهوه، خاصه زي القهوه العالميه ذي، ومتعود على نكهتها يبغى يجربها في اكثر من دوله. سعر الكابتشينو الصغير تقريبا 12 ريال او اقل، وكذلك اللاتيه الصغير 12 ريال، الباقي والله ما فهم فيها ولا اعرف فيها. هل هي نفس اسعارنا في السعوديه اغلى ارخص؟ والله ما، لكن اتوقع ان هذه الاسعار هنا وهناك يعني، يمكن الفرق 3 ريال لين بينه وبين دوله ثانيه. شربت لي كم جغمه منها يعني، طيبه طيبه، ما هي برعب قهوه يعني، كنت زمان احبها لكن الحين ما عدت. انا اقول جيده يعني، ممكن تكون نفس الاصلي والله ما، بس انها طعمها جيد. هي زحمه كوتش والله يا الربع البلد ينكرها الصدق. انا من الناس اللي اتضايق من الزحمه والازعاج وكلها، لكن اليوم اضطريت عشان بروح شلال بكره تقريبا، يبعد ساعتين من كوتش، فالوقت كان متاخر، فبنخلص بعض الشغلات هنا، تسوق ما تسوق، وبعدها نطلع على شلال معروف هنا ومشهور يبعد عن كوتشي ساعتين، اسمه ايثيربلي. يا مرحب، صباح الخير. طبعا جينا البارح ولا قلت اصور، سكنت في الشاليه هذا وسعره جدا جدا طيب. طبعا سعره تقريبا 150، لكن اتصال مع السائق اعطاني السعر تقريبا 50 ريال. طبعا على النهر مباشرة، القارب تقدر تاخذ جولة مثلا بالساعات، تقدر تنام في الهاوس بوت، تقدر تنام في الهاوس بوت عاد اللي يريحك. هاي تقدر تجلس هنا في زي البلكونة، وهذه الغرفة. طبعا هذا خلاص احنا خارجين، ونظفته بس تنظيف على طول. تطلع على هذا الاطلالة الجميلة ما شاء الله تبارك الله، برضو حاطين يعني حاجات الاطفال يعني، هذه برضو جالسة ثانية في حالة جاء مطر ولا شيء تقدر تجلس تحت. هذا الشاليه من المدخل، تخيل هذا المكان كله ملكك انت واخوياك، جيتوا اثنين ثلاثة اربعة واخذتوا الثلاث شاليهات، يعني تطلع عليكم 300-400 ريال كامل ملكك. خلينا نقول استراحة، زي استراحة كاملة لكم، ما حد معكم، الساحة الامامية لكم، والمظلة لكم، والالعاب لكم، وايضا النهر كامل لكم فيه، تقدروا تصيدون سمك فيه، او تقدروا تركبون احد القوارب، تاخذون رحلات نهرية وترجعون. يعني اقول يمكن ينفع يوم او يومين هنا بالكثير يعني. مع الاجواء تعتبر حارة في النهار، لكن بشكل عام أنا أقول تستظلون تحت أي ظلال، بيكون الأجواء جدا جميلة، وتستمتعون في هذا المكان استمتاع كلي يعني، وسعر رخيص وشيء مختلف عن أي مكان أو عن شاليه تسكن فيه في الخليج أو في السعودية. الأجواء هنا ما بقول أنا والله مرة باردة وأجواء خنفشارية، لا، لكن بشكل عام الفكرة والتجربة مختلفة عن أي مكان تسكن أو شاليه تسكن مثلا في دول كثيرة. الشاليه هذا على النهر مباشرة، وفي خدمات وعمال يقدر يخدمونك، وأيضا مظلات وأشجار زي ما أنتم شايفين. جوز الهند معطي مكان ومعطي المكان شراحة وانطباع جميل جدا. وفقنا الله وإياكم. هذا القارب اللي بتاخذ فيه جولة، كراسي عادية، كراسي جانبية. هلو، جود مورنينج. الله، هذا القارب يا الربع واضح ان له عمر، عمر ما هو بسيط يعني، تحس فيه جودة عالية. هذا قارب سريع يودي ألبي، ألبي تقريبا 30 كيلو، بدل ما تروح عن طريق البر تروح عن طريق النهر. طبعا هنا في نهر، وألبي ايضا مدينة ثانية فيها نهر. هذا فطورنا في هذا الشاليه، طبعا بيض مع ايدام كذا. اقول لهم سبايسي، قالوا نو شوي سبايسي. طبعا شوي سبايسي هنا موت بالعربي يعني، إذا قال لك شوية أقول له لا بدون مرة، لكن يلا. وهذه الأشجار اللي وسط البحيرة والنهر ذا، غريب شكله سبحان الله، كثافة على، أتوقع أنها كلها ساق وفوق بس الورق.